أعزائي المشاهدين، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم بأجمل وأرق تحية، وأقدم لكم برنامج العائلة العراقية، برنامج هموم الناس من على شاشة سامراء الفضائية. اليوم الخميس 6 نيسان 2017. عودكم دائما هذا البرنامج على متابعة أحوال النازحين والمهجرين، وخصوصا أهالي محافظة نينوى، وهم الآن بهذا المعترك وهذا القتال مع الداعش. نتمنى لهم إن شاء الله أن الخلاص والعودة بأمان إلى أهلهم، وكذلك الخروج ميدانيا لكل مكان والعوائل التي لديها معاقين. أعزائي المشاهدين، حقيقة في بداية برنامج هموم الناس يعني مزيد من الأسى والحزن عاشت محافظة صلاح الدين ومدينة تكريت بالأخص، أيام مرعبة وليلة هي ليست كباقي الليالي. ليلة امتلأت بخفافيش الظلام، حيث قام مجموعة من الدواعش بالهجوم والاعتداء على المدنيين والعوائل العزل. اخترقت هذه المجموعة المدينة بمساء جميل كانوا أهل المدينة يتبضعون فيها، ما أدى إلى استشهاد كوكبة من المدنيين ومنتسبي القوات الأمنية. لا نقول إلا ما يرضي الله ورسوله، إنا لله وإنا إليه راجعون. أعزائي المشاهدين، حقيقة رسالة أريد أن أوجهها إلى القوات الأمنية والأخوة الموجودين في محافظة صلاح الدين. يا أخوان، إحنا محتاجين الآن التكاتف. يعني الآن على التواصل الاجتماعي نشوف بالفيسبوك أكو تعاون من قبل المدنيين مع الأجهزة الأمنية. زين، الأجهزة الأمنية دا يشوفون المواطنين الآن متعاونين معهم. يا أخوان، افسحوا لهم المجال بالتعاون معهم. يعني اليوم اتصلوا بنا عدد من الأخوان يقولون سحبوا من عندنا الأسلحة، واحنا نريد ندافع عن انفسنا، واحنا كذا واحنا كذا، واحنا كنا ضباط وكنا منتسبين وكنا زين. انتم يعني اسوي لجان خاصه من قبل قياده الشرطه، من قبل الاخوه المسؤولين، واسوي لهم يعني سماح او رخص للاسلحه واخليها بالبيوت حتى يدافعون. يعني الاعتداء يوم امس، احد الاخوان بالبطعمه يعني زوجته دق الباب قال لها صيح ان زوجك، قالت له لابسين عسكري، عرفت انه هو عرف انه هذول دواعش، كتل الثيم من عندهم والباقي انهزم، فجر نفسه على طفل واستشهد. يعني هذه احنا نريد الوعي والتعاون يا اخوان مع الاجهزه الامنيه. يعني هاي الاجهزه الامنيه نتمنى ان شاء الله ان يعني تكون حقيقه، واحنا نشوف اليوم المحافظ يتجول في المدينه وعاده الحياه الطبيعيه، لكن احنا نريد انتباه من قبل المدنيين، من قبل الاجهزه الامنيه، تكون هناك الهمه من الشباب الموجودين. ونقطة مهمة نريد نوجهها يعني إلى مجلس محافظة صلاح الدين وإلى إدارة المحافظة. يا أخوان، شنو مسألة الكهرباء؟ الكهرباء لها أيضا يعني لها فد طابع معنوي للمواطنين. يعني كهرباء صارت 3 أيام ما موجودة في المدينة، طبعا ظلام والمناطق مظلمة، طبعا ما نفتهم كل شيء. يعني خلينا نشوف هذا الحل شنو، يعني كيف تنحل مسألة الكهرباء؟ الناس تعاني تتصل بينا على مسألة الكهرباء. فاحنا نتمنى ان شاء الله التعاون والتوعية كل مدنة بمحافظة صلاح الدين في كل مكان حتى نتخلص منها وننتقل الى عالم جديد وتعيش الناس بأمان والرحمة للشهداء والشفاء العاجل لكل الجرحى.
أهلا بكم أعزائي المشاهدين والرحمة للشهداء، يعني شباب وأطفال مساكين وعوائل، يعني ما أعرف شنو الشهامة بيها هذه، تفوتون على العوائل تقتلوهم، ما أعرف، سأل الله الرحمة لهم. أعزائي المشاهدين، الحقيقة الآن أكو كثير من الأمور توصلنا للبرنامج، لكن حقيقة إحنا مستغربين، يعني أكو اتصالات شافوا برنامج هموم الناس من خلال شاشة سامراء، يعني ما لها تحديد، وإحنا نذكر دائما نقول هي يعني شاشة العراقيين وبرنامج العراقيين، إحنا ما نوقف عند محافظة أو مدينة معينة، إحنا نوصل لكل مكان من خلال شبكة التقارير والمراسلين الموجودين، لكن إحنا نعرضها أمام من يهم الأمر، يعني والله شيء مخزي. يعني وصلتنا لقطات حقيقة أو صور موبايل، يعني في أحد مستشفيات بغداد اللي هي أحسن وأقدم مستشفى، هي مستشفى مدينة الطب، خاصة في يعني الطابق السابع اللي هو الخاص بالدم، يعني هذا الطابق أنا شايفه شخصيا، يعني ردهت يعني النسائي والرجال يأخذ تقريبا 110 شخص سواء ذكور أو إناث. طيب هذا مهمل، يعني مهمل من الأمور الإدارية الصحية الخدمية، يعني زميلي المخرج يشوفني هاي الصور للحمامات والمرافقات الموجودة، زين طيب هو مريض ويحتاج إلى خدمة صحية، يعني من ناحية الديتول والتنظيف، يفوت على هيك حمامات وهيك الصور، يعني معيبة، والله هي معيبة، يعني هذه الصور وهذه اللقطات ريد يشوفوها بوزارة الصحة، يعني بكل مكان، يعني شوف شوف البردة، هاي البردة هذه بردة داخل القاطع الصحي للمستشفى، وهذه الحمامات، طيب المرافق شلون، يعني المرافق اللي ويا المريض شلون يقدر يدخل المريض، المريض شلون يقدر يدخل، هذه السقوف ما حد شافها، ما اجى مدير المستشفى، ما اجى مسؤول يباوع على هاي، يعني بردة يمكن صار لها يمكن 6 أشهر ما حد غاسلها، شوف الوسخ، شوف هذه مأساة. وأيضا أكو فيديو شوفنا الحشرات اللي إذا تمشي يعني بالمستشفى، زين هي مستشفى بها مواد، بها معقمات، بها مطهرات، بها قاتل حشرات، ليش تخلون العالم تصوروها مثل ما صوروا نوبة بالطيارة، صرصر يمشي بالطيارة وصوروا للمسافرين، ليش تخلون فد موضوع سلبي يشوف المواطن بحيث ينشر على وسائل الإعلام وينشر على التواصل الاجتماعي، هذه يعني مشكلة يا أخوان، هذه مستشفى، مو نقول في مثلا مكان عام، هذا مستشفى، مستشفى يعني تتلقى المرضى، تتلقى زميل المخرج أكو فيديو يعني أيضا موجودة الحشرات داخل هذه المستشفى، تفضل هاي اللقطات، يعني هاي وين رايح هذا، ما تقولي لي وين رايح، وين يريد هذا، هاي مستشفى مدينة الطب، زين هاي داخل مستشفى مدينة الطب، يعني فأتمنى هاي الرسالة نوجهها إلى المعنيين وإلى وزيرة الصحة وكل الأخوة اللي يهتمون بموضوع المواطنين والمرضى. أعزائي المشاهدين، أيضا إحنا مو هذه فقط المشكلة، المشكلة الآن يعني كل شيء نعرضه من خلال شاشة سامراء، نتمنى طبعا يعني هي تعالج كثير من القضايا، تصلون من يقول يابا عرضتوها قبل فترة، يعني ترى فلان موضوع سلبي، الحمد لله تم علاجه وتم، لكن إحنا مو دائما يعني هذا الشيء، يعني يمكن من 10 يجوز 5 نص، يعني فهذا يعني إحنا شيء حقيقة. أتمنى من زميل المخرج أن يفتح الاتصالات قبل أن نأخذ التقارير حتى نشوف، عندنا أكثر من تقرير اليوم لكن قصيرة، ونأخذ اتصالات حتى نشوف مواطننا شو يريد من عندنا. الحاجة أم طارق، حياك الله أم طارق. هلا أبو طارق، شلونكم شلون وضعكم؟ كيف احنا الحمد لله يا هلا بيك.
احنا الحمد لله اذا زيانين انتو زيانين احنا زيانين ان شاء الله. الحمد لله نسأل عليكم الله دام يومكم والله العظيم. الحمد لله الحمد لله. احنا بالنسبه لنا ام طارق ندعي من الله سبحانه وتعالى، وانتم الكبار تدعونا ان الله سبحانه وتعالى يزيل هالغمه عن هذه الامه وعن بلدنا وعن مدننا وعن عراقنا العزيز، وترجع الايام الحلوه ان شاء الله. الله ان شاء الله بيجيكم ان شاء الله بيجيكم بيها وجود رب العالمين ان شاء الله وعديها على خير يا عيني. والله انا من اشوفك حضرتك تشوفني والله العظيم. الله يسلمك. ترى انا من زمان اتابعك من يوم البعث هاي سنين. عزيزه عزيزه ام طارق عزيزه انت، الله يوفقك ويحفظك ان شاء الله. يا عيني بس انا اسمع حسه الله يسرد روحي والله العظيم. الله يسلمك الله يسلمك. والله مثل ما شوف ابني اشوفك. يا اجل اشوف شعري ما طلعت. ايش دلدل؟ يا ولي اجل السامر. يقول لي والله والله يقول لي يقول لي الرجل يقول لي سلامنا وسلامنا للاخوه ان شاء الله وكل الاحبه. اشكرك ام طارق واشكر اتصالك والله يوفقك. اشكر اتصالك بارك الله فيك. ايضا اعزائي المشاهدين خلي زميلي المخرج ناخذ لقطات قليله على ما يجينا اتصال. كثير من العوائل الآن يعني تهرب من بطش داعش، يعني عائلة هي وأطفالها امرأة مسكينة من القائم هربت من بطش داعش إلى الرمادي، بالطريق ضربوهم وأذوهم ويعني مأساة. خلينا نشوف وياكم هذا تقرير زميلنا أحمد الحمداني. يلا مو مشكلة أكو اتصال قبل ما نروح التقرير. محمد تفضل أخي محمد. حياك الله محمد. شلون اخوي؟ الله يخليك تفضل اخوي ابو جاسم. اخوي هاي النادي حنبال من قرب الصخر. نعم. عمار ثلاث سنين ونص من تهجرنا. نعم. اليوم اطلع يسعد على وجه المعارض بابل يقول لحد الان ما قرب الصخر والله ابو جاسم بالنسبه لجرف الصخر مناطق يثرب عزيز بلد هذه المناطق ان شاء الله الفرج مالها قريب باذنه تعالى. احنا قلنا بذيك الحلقه هذه السنه 2017 ان شاء الله راح نسميها سنه العوده، كل غريب يرجع الاهل والوطن ان شاء الله. الله كريم ان شاء الله باذنه تعالى، لكن شويه الصبر باذنه تعالى ترجعون ان شاء الله. اشكر اتصالك اشكر اتصالك. اذا ابو طارق خلوا نروح نشوف تقرير احمد الحمداني وشون هذه المسكينه هي واطفالها. صعدنا ومشينا وياه. يجي لهم 20 آدمي، ها بس الجهال 20 من عدا النسوان، لأن الزلم ما يقدر ينجوني قبل ينفذون بيهم. قبل اللي يقضبونهم قايلين قبل وانت ندحجي، ما بس نسوان زلمة واحد والله حتى قطية لابس ملفق خاف يحضون بيه. هناك عاد ما قضبوا لهم اياه انهزمنا، لا احنا لا هم وقفوا ولا احنا، اعطيناهم فكه بس قلت لك ردوا على سيارتنا تولوها في شق وصوبنا صوبت برجلي وبنت انطعنت من عند رجلي على هاي لان الطلقه جتنا من جوا من جوا السياره هاي هي بس هاي حيت والله.
يكون بدون عشاء يصبحونهم كذلك. ما أبي أبي عشي من مثل بطانية مثل هاي يجون قبض علي. ابتديت توشتي أقولهم ما عدنا كل شي، فتشوا بيوتنا خودوا شوفوا أكو أشي. يفوتون يقولون لا أنتي مو مسموح لك تبيعين كل شي، واللي يطلع من البيت كله يحسدونه ويبيعونه، يجيبون كي ويشيلون ويبيعون. وصلتنا اليوم امرأة من القاع من منطقة القاع هي وبنتها وياها عدد من النساء. تذكر حسب روايتها انه طلعت من القاع عن طريق التهريب، فبالطريقة تعرضت لاطلاق نار انه هو المهربين، فصايرة مقابلة بالسيارة ضار بيها هناك، فبنتها متوفية بالطريق. يعني ظل ليل كامل تعرف انت من انضربوا بالسيارة، سيارة مبنشرة حسب ما تقول، فظالين بالطريق بنتها متوفية، وهي ناقضيها ثاني يوم عن طريق واصل للرطبة وناقضيها وحولوها المستشفى الرمادي. عندنا هنا مستشفى الرمادي التعليمي. فإحنا من وصلت هاي المرأة أجرينا الشيء اللازم المطلوب إلها، وضربتها طبعا بالساق الأيمن، مضروبة طلقة بالساق الأيمن ومصاب عندها العصب. فإن شاء الله الإجراءات المطلوبة سويناها لها بالمستشفى ضمن إمكانياتنا المتيسرة، وباشر بإذن الله صباحا تحال بغداد. اهلا بكم اعزائي المشاهدين. يعني الان يعني بدأوا الدواعش حتى العوائل الهاربه يستهدفوها، ما يريدون احد يطلع، لازم الكل تنقتل والكل تموت، طفل مسن كبير امراه رجل، هذا هدفهم الكل موت، يعني قتل ذبح او يعني والله ما اتخبل. يعني هاي امراه واطفال شنو ذنبهم؟ يعني شنو اللي اقترفوه؟ شنو اللي سووه؟ ما اعرف. سالم من يثرب، تفضل اخي سالم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا وليد، عندي اخويا وابن عمتي اخذوهم الميليشيات من قضاء الجيش من تاريخ 23/7/2014 لحد الان ما هو خبر عنهم. وين اخذوهم بالضبط؟ والله في قضاء الجيش على 19/2014. اخي العزيز، يعني الان صار تقريبا 3 ايام او اكثر اكو هناك حمله اعلاميه لانه كل واحد عنده مفقود او كل واحد يروح يراجع الى داخل محافظه صلاح الدين ينطي اسماء المفقودين والتاريخ حتى يشوفوهم. سمراء انتبه وليد. نعم سمراء. لا داخل مدينه تكريت محافظه صلاح الدين، هو الرجل المحافظ تبنى هذا الموضوع وينزلون بالفيسبوك انه كلكم توجهوا اللي عنده مفقود واللي عنده يعني كل واحد من عائلته من أقرباء انفقد، بس يذكر التاريخ ويقدم استمارة بهذا الموضوع. طبعا إن كان يريدهم أخذوهم من 26/7/2014. نعم. سنتين ونص لحد الآن أي خبر آخر عنهم. إذا حتى هاي دعوة لكل الأخوة اللي عندهم مفقودين، وإحنا ذكرنا بذيش الحلقة اللي عندهم مفقودين.
برحب بطعمه داخل محافظة صلاح الدين، فيريد لنا وعي لهذا الموضوع، يعني لازم تكون توعية دينية وأخلاقية وكل شيء. يعني أستاذي العزيز، احنا لابد من تنفيذ مشروع المصالحة بين العشائر وبين العراقيين من أجل عدم السماح لهؤلاء الشرذمة القليلون أنه يخترقون مناطقنا ويخترقون محافظاتنا، وإحنا العراق إن شاء الله واحد موحد من الشمال إلى الجنوب، وهؤلاء ما يجدون عزيمة إلا عزيمة وصار على أنه هم انتهوا، وهاي آخر أنفاسهم إن شاء الله بعون أخواننا في الحشد المقدس وفي البيشمركة وفي الجيش العراقي الباسل. يعني لابد أنه نقف بوجوه هؤلاء السلول الذين انتهوا، وإن شاء الله قربت جدا ساعة الصفر أنه تتحرر الموصل ويتحرر العراق ويتحرر جميع مناطق العراق شبر وتعود الموصل وتعود كل مناطقنا إلى العراق العظيم إن شاء الله. أنا أشكر اتصالك أخويا قاسم، مبارك الله بيك. إذا أعزائي المشاهدين، خلوا نروح فاصل ونرجع مرة ثانية. رحم الله شهدائنا وشهداء تكريت وكل شهدائنا في العراق، والشفاء العاجل إن شاء الله لجرحانا. أعزائي المشاهدين، الحقيقة أكو فد مسألة بالنسبة للنازحين، يعني أتمنى أنه أحد يشوفنا يسمعنا. طبعا احنا كان المفروض نتصل بأحد الأخوان وزارة الهجرة، يعني أكو مشكلة هناك، مهجرين مساكين نازحين من الموصل راحوا لسبب أو آخر وصلوا إلى الأنبار، يعني هاي المسافة قطعوا حتى يوصلون الأنبار. طيب ماشي، يوم يومين شهر، زين درجعوهم إلى مكان قريب، يعني موجود حمام العليل، موجود حسن شامي، موجود بالخازر، كل المناطق القريبة على محافظة نينوى. زين ليش ما تخلوهم بهذا المكان؟ يعني أتمنى هذا التقرير أن عمل لنا يا الزميل أحمد الحمداني من الأنبار، يعني هو تقرير قصير لكن يريد المواطن يعبر انه يقول لك احنا بعيدين، نريد نرجع لهن، نريد نرجع لمناطقنا على الاقل نحس انه قريبين احنا على محافظتنا على الموصل وفوق الضيم مالنا والتعب. هاي رساله نخليها امام كل المسؤولين بالمهجرين، شوفوها يا اخوان من خلال شاشه سامراء. تقرير احمد الحمداني راح نشوفه وياكم للاخوان جماعه الموصل. نعم، نازحو الموصل قطعوا عشرات الأميال سيرا على الأقدام حتى وصلوا إلى مخيم الكيل 18 غربي الرمادي بعد رحلة طويلة محفوفة بالمخاطر. احنا أول ما طلعنا بظلم وظلايم، طلعنا من ظلم كفيلك الله، ظلم ليه قبل، الخبزة ما عدنا نلقاها، ميتين من الجوع، طلعنا بطرق دشاديشنا، كل شيء ما عدنا، احنا وطفالنا وجهاننا، فاحنا جينا هنا ضيفونا أهل الرمادي جزاهم الله ألف خير وانتانا حطانا بالمخيم هنا، فانتم جماعه الموصل مسؤولين الموصل، وينكم وينكم عندنا احنا تشردنا كل واحد تحت نجمه،
انتم بس سوالف هيك، كل واحد قاعد باربيل، واحد قاعد ما ادري بالمانيا ما ادري وين. شويه شويه ضميركم خلي يتحرك شويه. نزحنا من سنجار، بيوتنا حلالنا كل شيء ماشي، لنا طلعنا بطرق الدشاديش هسعينا كل شيء ما عندنا، جينا على الرمادي ما حد يداعي بينا ولا حد يقول هذول وين كانوا ولا حد ولا شفنا كل شيء. هذا صار لنا بالمخيم اليوم، صار لنا اليوم 4 أيام بالمخيم، والله قرصة خبز ما عندنا، ما حد انطانا كل شيء، انطانا بطانية ما دي بطانيتين وهذه هي. ويطالب نازحو الموصل الحكومة العراقية بإعادتهم إلى مناطقهم المحررة بعد أن أجبرهم تنظيم داعش على الهروب منها. هسه مخيم 18 كيلو، ردنا مخيم للنقل على العلام على المواصل، بسرعة على المواصل، مدارس راحت، هاي نسيناها مدارس، صارت حلم ماضي مدارس هاي مالنا، هسه ردنا النقل على مناطقنا ما يصير، هسه ردنا على بغداد ماكو، على 5 كيلو هاي ما تطب، ألا بقصاصة، يابا ليش أنت موصل ممنوع تطب على بغداد؟ شنو احنا العراقيين؟ احنا العراقيين تروح من قادم ما تطلع الهور، الهور يحرج بهويتك، الهويه اللي 150 تاخذونها منك. نحن الان في مخيم الكيلو 18 ديوان نازحين الذي قرب الانبار، هذا المخيم يضم اكثر من 1150 عائله من مختلف مناطق الانبار وكذلك من المناطق الشماليه مثل صلاح الدين والموصل ودياله. من هذا المكان نشد المنظمات الانسانيه وكذلك الجهات الحكوميه لهذه المحافظه بالتدخل وتقديم دعم لهؤلاء النازحين لكونهم مقطوعات بهم الاسباب وكذلك الحاجه الماسه لتوفير الاحتياجات الضروريه لهم. من هذا المكان ناشد الجهات الحكوميه في هذه المحافظات المقصوده منها صلاح الدين والموصل وديالى بالتواصل معنا من اجل اهلهم النازحين الموجودين في هذا المكان. يشكو النازحون هنا عبر قناه سامراء من ضنك العيش داخل المخيمات التي قضوا فيها اكثر من عامين، يبحثون عن حل ولا يجدونه. من مخيم 18 غرب الرمادي، احمد الحمداني، قناه سامراء الفضائيه. شكرا للزميل احمد الحمداني. يعني هاي معاناة الحقيقة، وبهذا الجو هاي الخيم المتهالكة، يا هاي خيم بالله، هذه خيم والله مأساة. أكو متصل معي؟ نعم، ماهر من سامرة، تفضل ماهر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله لأخوي العزيز. شلونك أستاذ العزيز؟ الله يبارك فيك أخوي ماهر، يا مرحبا. أستاذ العزيز، أنا عندي معاملة مع نازحين، أنا نازح. نعم. سلمتها فاضي اكثر من سنتين بدارة الهجرة ما سامرة، ولحتى الان ما تبين شيء. ليش؟ معنى انت وين نزحت؟ انا ما اطراف سامرة، نزحت السامرة سلمتها هناك. ايه، من تراجع شو يقولوا لك؟ يقول لي انتظر صاري سنتين واربع اشهر ولحتى الان عذب هاي، لا طلع اسمي ولا زين. انت بس قدمت معاملة، ما طلعت لك بطاقة كي كارت؟ لا لا ما طلعت، بس قدمت المعامله وفصمت هناك انا بالدائره. انطي لي يوسف رقم الهويه مالتك واسمك، بلكي نشوفه ندزه للجماعه ان شاء الله. شلون يعني انطيك اياه؟ هسه شلون ادزك اياه برساله استاذ؟ على الكنترول هسه راح يرجع لك وانت انطي اسمه، هو راح يحكي وياك. اشكر اتصالك، بارك الله بك. اعزائي المشاهدين، حقيقه يعني احنا نريد فد موضوع ان يعني نحصر موضوع هذا معاملات المهجرين والنازحين. يعني لحد الان هاي 2000، هذا راح يجينا شهر هذا بنص الشهر الرابع واحنا 2017 والعالم تهجرت من 2014، يعني المفروض هذا الملف يغلق ينتهي. يعني اكو ناس هسه لحد الان مستلمه، اكو ناس لحد الان ما، كثير من الناس تنطينا ارقامهم لانه الحقيقه ماكو ما مستلمين لا 250 ولا مليون ولا كل شيء. فنريد ننهي هذا الموضوع برسالتنا، نوجهها هاي، بس احنا نوجه رسائل، يفتحوها يفتحوها ما يفتحوها بكيفهم على راحتهم. الو نعم تفضلوا. اتصال. حياك الله، منو؟ انا وياك ماني الحاج فؤاد عباس من يثرب. تفضل. الحاج فؤاد عباس من يثرب. حجي فؤاد نصي لي صوت التلفزيون يحفظك الله. نعم. وثلاث سنوات احنا مهاجرين نازحين لحد الان، لا حد يشعر فينا ولا حد يكون حالينا ولا حد يجينا مصاري، لا من كل شيء، اي شيء ما محصلين من هالمنه. واحنا نازحين من قضاء الدجيل، احنا 25 سنه مسوينها احنا للعاصمه الاخوانيه
سهل حج فؤاد. لا لا ان شاء الله انت عراقي واصيل وان شاء الله مسألة وقت بإذنه تعالى كل ترجع ان شاء الله. وليد معي وليد الشاب. تفضل وليد الشاب اخوي اهلا وسهلا. استاذ والله كل شغلات يعني هنا بالخاصيه في يعني شنو يحرقون نفايات يمكم؟ يا عم استاذ على حولي احنا على الاستاذ الثقيل حولي في القرى وردي على التمر الصحي يعني يا عم. نعم استاذ اكو حرق نفايات يحرقون وشبلنا شو مخرج كذا مره. هو من اللي يحرق اخي العزيز وليد؟ هو هذا موضوع الحرق يعني صار له تقريبا 10 15 سنه احنا كنا نطلع عليه الناشد المسؤولين الناشد. هم يجون هذول الصغار العجايه يحرقوه. هو من اللي يحرقه؟ نعم استاذ يعني ناس يجي هيك اطفال يحرقوه وتصير الدخنه والريحه على الناس. فاحنا نتمنى الاجهزه الامنيه يقضون على هاي الحاله. هذا الا يغيرون الطمر الصحي وهاي هم عاد بكيفهم المحافظه يغيرون ينقلوه من هذا المكان يودوه على غير مكان ان شاء الله. انا اشكر اتصالك بارك الله بك. زميلي المخرج حتى ما يعني يروح علينا الوقت لان عندنا بقى اخر تقرير زميلنا سجاد الخفاجي. طبعا احنا زميلنا سجاد زار مع مجموعه من الاخوان دار المسنين في بغداد. طبعا هذا دار المسنين ماساه حقيقيه يعني هو هذا اخر الزمان اللي احنا نشوفه ماساه الاب اللي عايف ابوه والاب اللي الابن اللي عايف امه واللي ضارب امه ومأساة حقيقية تندر بقيام الساعة يعني. فمأساة حقيقية رصدنا إياها ليش قاعد ليش قاعده بالدرب؟ تعالي رحت البيت اخوي بيت اخوي قالت مرت اخوي انا عندي مريض وجيت شمال علينا ما ظلي طلعت رحت البيت اختي وقعدت يم الباب انكسر ظهري. بنتك اخذت فلوسك من بعت البيت ويعني شمرتك برا البيت وشمرتك يعني طلعتك برا البيت؟ جت أنا قاعدة بغرفتي جت قعدتنا من إيدي طلعت فكت الباب وذبتني قعدت برا. هموم الناس لا تعد ولا تحصى فهم النزوح والبعد عن الأهل والأرض
والله انا نازح من الموصل، ظروفنا تعرف انت ظروف الموصل والاوضاع مالها. زوجتي هسه بالموصل، ابنها جو اخذوا الدواعش، وانا اذا ما ابقى هنا ما يعيشون هناك، لان انا عندي راتب 200 الف بالشهر. انا من وقف سني ما عندي خدمه يعني كامله، 11 سنه جيت هنا على اساس اتوسط، يعني بلكي يمددون الخدمه مالي فرد 5 سنين 4 سنين 3 سنين حتى ينطوني راتب على الاقل 400 الف. قالوا ماكو تمديد الخدمه. حالات هواية يعني جتنا مسنة بدور ابنها ضربها، يعني جتي آثار ضرب كلش قوية، كدمات ووجهها كله أزرق وكذا. ابنها ضاربها والله مختلفة ويا زوجته ومشكلة ما أعرف شنو، ضاربها ابنها وطاردها جتي اللي هنا. أكو مرات يذبه بالباب ويروح بعد ما يجي أصلا، يعني حتى ما يسوي له المعاملة، ما يعرف أكو مكان لو لا بالدار يعني من يخليه. وسط هذا الكم من الأحزان والدموع جاءت مبادرة من مؤسسة خبراء تجميل العراق، محاولين مسح آثار الحزن العميق على المقيمين في هذا الدار، آملين أن يكونوا قد وفقوا بهذا العمل. قامت مؤسسة خبراء تجميل العراق بزيارة دور المسنين في منطقة الإصليخ، عمل مشترك، ورشة مشتركة مع مقر مؤسسة خبراء تجميل العراق في محافظة بابل. قدمنا لهم دعم معنوي، وبنفس الوقت في وفق مجالنا كحلاقة والنظر بالاحتياجات مالتهم، أعتقد يعني إن شاء الله وفقنا بهذا العمل. هدفنا هم عوائلنا هنا موجودين بالدار مال المسنين، يحسون مظلوميتهم من قبل كل شخص عنده قصة في داخله. حبينا نواسيهم، نقولهم إحنا عوائلكم، إحنا ولدكم. أي شخص تبرى من أهله وذبهم هنا بهالمكان هذا، عذرا لهالكلام هذا، بس يعني هو هذا واقع. قصص مؤلمة شفناها تمسناها، الحمد لله وشكر. موضوع مؤلم جدا هذه الزيارة، لأنه المسن أو المسنة محتاجين إلى رعاية خاصة، محتاجين إلى أنه يحسون أنه لهم أبناء، مو اللي هم جابوهم، مو هم اللي كبروهم، بس هذا شيء بإحساس بداخلنا تجاههم، أنه هم لازم يتكافئون بشيء بسيط اللي قمنا به إحنا الخاطرهم، وحسينا أنه هم فعلا أمهاتنا، هم فعلا آبائنا، وفعلا يستحقون هذا الشيء وأكثر منه. احنا مؤسسة خبراء تجميل العراق، انا عضو من اعضائها، سوينا عندنا حلاقة نسائي، كادر نسائي ورجالي، سوينا ورشات عمل بدار المسنين والدار البراعم والايتام. احنا حقيقة اجينا هنا من محافظة بابل الى منطقة الصليخ نشارك بهذا العمل التطوعي بدار المسنين، زين نحلق لهم الصبغ شعار، يعني احنا كمجموعه شباب وبنات، زين اجينا ان هذا الدعم ان شاء الله. فهذا العمل حقيقه عمل انجازي، واحنا فرحانين بهذا الشيء من اجينا من محافظه بابل الى محافظه بغداد. حقيقه شفنا الدار المسنين طبعا الامهات والابهات، حقيقه فرحوا بينا جدا، يعني جدا جدا حيل فرحوا بينا، حقيقه كنا مسرورين بهذا العمل.
قمنا بعمل خيري من مؤسسة خبراء تجميل العراق. كان هذا العمل إنساني، أولا حبينا نواسيهم وإن شاء الله نطلب من الشباب أو البعض الآخر المؤسسات أن تزور هذه المؤسسات مال أيتام أو دار العجزة. الله سبحانه وتعالى إن شاء الله يوفقنا العمل الخير. حبيت يعني اللي عمل أني أقوم به أشارك فيه شوية، يعني هي هاي مهنتي بأن أني حلاقة، فحبيت أفرحها فد بصل صبغ يعني. بر الوالدين دين ودين، فالأول يأخذك إلى الجنة والآخر يرده لك أبناؤك. من دار المسنين في منطقة الصليخ، سجاد الخفاجي، برنامج هموم الناس.